قام أخينا وعزيزنا محمد عزمي توبي بكسر شريط إذانا بعمل مطعم ومطعم وشاورما المثلث بحضور الإخوة، ونسمع أغنية شرفتمونا. نسأل الله أن تكون ضيوفنا، شرفتمونا الآن وسوف تشرفوننا في المستقبل بكل إباء وفخر واعتزاز، بكل فرح وسرور نفتتح هذا المطعم. هذا يذكرنا، هذا اسمه المثلث، ويذكرنا بأراضي المحتلة في المثلث. فتسمية طيبة وعمل طيب إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب هذه الرزق ويحبب له أهل الأرض. نقول لسنا الوحيدون ولكننا المتميزون. من يزورنا سيجد ما يسره، من يزورنا سيرقى أسعارا منافسة طيبة. ونيابة عن إخواننا في كفر جمال وفي عائلة دار توبي والإخواننا الأخوال دار أبو شوقي كلهم، نرحب بكل من شاركنا في هذه الفرحة في هذه المناسبة. نسأل الله أن نرد لكم معروف بمعروف، جميل بجميل، مشارك بمشاركة. هذه فرحة كبرى، نسأل الله أن يتمم على شعبنا أفراحه. نسأل الله أن يظل شعبنا برؤوس عالية مفتخرة. نرحب بالضيوف الكرام اليوم بمطعمنا الخاص، مطعم وشاورما المثلث شارع فرعون، وكانت افتتاحية مميزة وفعاليات مميزة، والحمد لله رب العالمين بفضلنا وبفضل الأحباب والأقارب والأصحاب تم إنجاز هذا العمل، وأنا بفتخر فيهم جميعا، والحمد لله رب العالمين. نأمل أنه فاتحة خير ونوفر لزبوننا ونرحب بزبوننا كل ما يعني كل ما تتوفر من جميع الأطعمة والوجبات. احنا مقدمة طبعا الشاورما الحبش، شاورما الدجاج، ومقدمة طبعا راح نقدم العجل والشغلات المميزة الثانية، طبعا في زنجر، فلافل، بطاطا، حمص، كلياته صنعنا المحلي بالمحل، كل وسلطات مميزة وطعم مميز وتوابل مميزة، وإن شاء الله أنها فاتحة خير. وبحيي الجميع وبحيي الجمهور والحضور والأقارب والأصحاب وكل من ساعد على هذا المجهود لخدمة التوصيل. إن شاء الله راح تكون لقدام، حاليا مش موجودة، راح ننسق أمورها لقدام، راح تكون موجودة لقدام، وطبعا راح يكون في امتيازات ثانية لقدام، شغلات أطعمة مأكولات، ونأمل من الله النجاح وتم على خير هذا الافتتاح، والحمد لله رب العالمين. حمودي أنا شاب بحترمه من بداية حياته، وعنده طموح من صغره، ولما كبر درس في الجامعة إدارة فنادق، واشتغل في المثلث في مطعم سمارة، وما شاء الله عنه أبدع في الشغل هناك، كلهم بحبوه، وحتى إنهم زعلوا لما دشر الشغل وكلم أنا بدي أعمل مشروع، وأنا أيدته أنا وأهله وإخوانه وخواته كمان، الكل أيدوا وإعمامه كلهم كمان شجعوه على المشروع، وبلشنا معاه، إحنا بدينا معاه، والأمور الحمد لله، وإن شاء الله نتمنى له توفيق. أول شيء ألف مبروك لطول كرم والأهل طول كرم وأهل فرعون، يعني يوم عن يوم طول كرم بكون في إنجازات يومية كمنطقة سياحية ومطاعم ومدينة ألعاب. هذا فخر واعتزاز إن كأبناء فلسطين وأبناء طول كرم وأبناء خلقيلة وجيوس إنه اليوم نفتتح مطعم باسم أهلنا بالداخل 48، مطعم المثلث، وألف مبروك إن شاء الله، ومزيد من التطور والازدهار لطول كرم.